والسحر متاع اللمة في أحلى مفهمة، في هالماكلات الذلولة، في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة، ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا. سحر الكورة مع كوكاكولا. Vibrons football avec Total Energy, partenaire du football africain, en regardant votre émission. Chez Total Energy, on en fera toujours plus pour vous. أهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا في هذا الموعد الجديد من برنامج تاسع كان في متابعة مستمرة لكأس أمم أفريقيا. أكيد الشوط الأول بين السنغال وبوركينا فاسو انتهى على نتيجة تعادل دون أهداف. سنعود لمواكبة الشوط الثاني ومتابعة كل الأخبار التي لها علاقة بكأس أمم أفريقيا. سعيد بالترحيب بعد مجيد قبانتيني. أهلا وسهلا مرحبا. مساء الخير عادل، تحية للجماهير واللي شاهدوا فينا في هذه الحصة. نحييهم. يعطيك الصحة أيضا فايز الشعبان، مرحبا وسهلا. مرحبا عادل. معناها اليوم انا محظوظ، حطيتني بعد عبد المجيد وبعد سي وجدي السيد، معناها مقابل سي نزار وجماعه الكل، سي نور الدين اللي عندي، ياسر مريتوش خويا الكبير، وواحد من الناس اللي نقدرهم في الانتاج التلفزيوني. أيه. في الانتاج التلفزيوني ورجل عندي برشا، معنا ما عندناش حتى ثلاثة شهور عملنا قهوه مع بعضنا وكلمنا في التليفون وقتها برشا ثلاثة شهور. فيصل اي برشا عليه ثلاثة شهور، برشا عليه. ايضا رحب بوجدي السيد كالعاده، منورنا. اهلا وسهلا وجدي، مرحبا بك عادل، مرحبا بالخيال الكل، مرحبا بالساده المشاهدين. الانيق على الدوام، اللاعب الدولي السابق سيف غزال، اهلا وسهلا ومرحبا بك الخيال الكل بالجمهور. الاعلامي القدير نور الدين الحفصي، مرحبا منور. مرحبا مرحبا عادل. وايضا ينورنا كالعاده نزار خنفير، مرحبا. مرحبا اخي عادل، مرحبا بالحضور والجماهير، وان شاء الله نعدي الحصه باهي ان شاء الله. على كل حال في مواكبه كما قلت مباراه السنغال وبوركينا فاسو، وننطلق على بركه الله ابرز لقطات حلقه البارحه. اهلا وسهلا ومرحبا باوفياء قناه التاسعه في هذا الموعد اليومي ومتابعه يوميه لكاس امم افريقيا. اكيد الاحداث عديده ومتعدده، وسنعود لكل التفاصيل في علاقه بهذه المسابقه وايضا باخر تطورات في الكره التونسيه. مطمئنين من ناحيه الرغبه للجمهور حضور قطر لحضور كاس العالم، فنحب نقول حق الجمهور والمشاهدين عندكم انهم يستعجلون في عمليه حجز التذاكر، وطبعا احنا في هذا الصدد ايضا نتمنى صعود المنتخب التونسي الى النهائيات. شوف نحن الجمهور التونسي في بطوله كاس العرب كان من المتميزين حضوريا وفعاليه في البطوله، ونتمنى ايضا لكل المنتخبات العربيه خاصه في شمال افريقيا انهم يتاهلون ويكونوا متواجدين في بطوله كاس العالم. كي نعملوا البيلون نلقاو على خمسه ماتشات خسرنا ثلاثه ماتشات. لعبنا مقابلة نيجيريا بالكدي، مي مقابلة نيجيريا كان اكسبلوا نتاع يوسف المساكني سور لو بلون جو، معناها سيركوي بريفيرونسييل نتاع الكرة، شنو هو البوان فور نتاعنا في ليكيب ناسيونال، كيفاش نخرجوا الكرة، منين نتعداو، كي البوزيسيون دو لا بال في وسط التيران، كيفاش نتاكيو، كيفاش كذا، ما فماش معناها ليكيب ناسيونال كانت معناها ندافعوا التالي، وهوروزمون معناها كان عندنا منصر طالبي والعيفة. منصر وطالبي والعيفه بن سعيد زادا عمل لي زاري في الكارت دو فينال، عمل لي زاري خلينا في الطرح، كنا نجمو نرجعوا، لكن فريمون اللي هزوا الكوب دافريك هو العيفه منصر وطالبي، كانوا في مستوى كبير برشا، اللي ما كانوش هما لي تيتولير. لي تيتولير كان برون ومرياح، معناها يعني لو هازار كي في لي شوز، معناها فهمت يعني الحضور نتاع اللاعبيه الذهني والبدني هو اللي صنع الفارق. منصر الطالبي الناس فرحانه به، ممكن الناس نسيته شويه، جمهور الترجي يعرفوه، لكن ولد اسبيرونس فورمي في الاسبيرونس من ليكول حتى وصل ليكيب سينيور وبعد مشى لبرا. ملاعب تحسن برشا، نعرفه بالكدا من اللي كان في الناشئين، تحسن برشا في تركيا. حكى على دراجر زياد، دراجر عنده 6 شهور ما لعبش الشامبيون شيب في الانجلتير، عمل البطوله العربيه باهي لكن ما لقيناش، ما عاونش. بكل صراحه عندنا فقر
في التخطيط للسنوات المقبلة وما ريناش استراتيجية. ثالث حاجة تحديد الأهداف. احنا قاعدين ماشيين كما كل السفينة اللي نهار البحر رايض هو كي تمشي أمورها مريقلة ونهار تضرب الموجة ما تعرش على روحها في أي ميناء ستجدها وما تعرش على البحارة وين مشترقها. فبالتالي هذه هي وضعية الكرة التونسية ويسامحوني الناس إذا معناها ربما الجانب الواقعي هو اللي طغى على كلامي. اليوم احنا عندنا بطولة تونسية البعض يقول بأنها أفضل بطولة في العالم العربي. نحن نكذب عن أنفسنا. ملعبية اليوم ليبر ملعبية ما لقاتش بالصح دي كونترا علاش غراس الملعبية الزيرية مع احترامي لهم غراس الملعبية اللي باين نعرف وضعية تاع الملعبية اليوم ما عادش خالتين حتى على اللي باش يكون الثامن في الانتدابات اليوم علاش القانون هذا قتل الملعبية في تونس قتل الملعبية في تونس وانت قتل الملعبية زيادة في تونس اعطيني الزيرية اللي نجحوا في تونس فما فضيل مغاريا فما بغداد بونجير فما بلال 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 فما بلال بلال البلايلي البلايلي وفما جابوا شويه جابوا شويه وبلال زيري شويه شويه هز معنا سوبر كوب عمل ماتش بالكدا وعمل كذا اما باش كسر الدنيا فضيل مغاريا البلايلي وبغداد بونجير اليوم دوري ما عادش ميزانيتها ما نعرفوش معناها كل نهار ويوم وعايشين فيه انت واش تحكي لنا الجمعيات راهو خور في كل مكان تفضل انيس من الاسباب فماش حل عادل الحل كيما قال لك الحل نحب نقوم نلقى روحي كنا نحلم مش عايشين معناها وضع اللي عايشينه يعني معناها كان معناها كابوس قاعدين عايشين فيه. كالعادة قبل ما نبداو لابد من تحية توتال انرجي اللي تقرب اكثر من حرفائها وتشاركهم حبهم لكرة القدم في وسط الاستاسيون سيرفيس. رونديفو دونك في اقرب ستاسيون توتال رينرجي ليكم باش تلعبوا في مسابقه ضربات الجزاء وتربحوا برشا جوائز سور بلاس. نذكروا اللي فما تيراج وسور مع نهايه الكان توتال انرجي باش تربحوا ديكارت كاربيرون. موعدكم غدوه في محطه قفصه ثنيه المطار تلقاو البرنامج كامل طبعا. اذا جماعه قفصه يحضر روحهم وحبال كره القدم في قفصه في محطة قفصة ثنية المطار توتال انرجي برشا مفاجآت. تدخلوا على الباج فيسبوك توتال انرجي اكيد باش تلقاو البرنامج كامل. توتال انرجي سبونسور تيتر دي لا كوب دافريك دي ناسيون توتال انرجي 2021. نرجع كما قلت مع مواكبة سريعة ومباشرة وحينية للشوط الأول لمباراة بوركينا فاسو والسنغال. للأسف الشديد كنا نتمنى المنتخب التونسي يكون موجود اليوم في هذا اللقاء في هذه المواجهة في هذا الدور المتقدم لكن الأمور لم تسر كما أرادها الجمهور التونسي. سيف كيف شفت شوية المقابلة في شوطها الأولاني حسيت لي فما ما نعرفش حسب ما شفت انه فما سيطره سنغاليه لكن متوازنه الى حد ما يعني تجم مفتوحه على كل الاحتمالات حسب رايي. الحقيقه الشوط الاول كما شوف من الاول العشر دقائق الاولانيه ممكن شفنا فما انجاجمون كبير من زوز فرق. شفنا اللي المنتخب السنغالي يلعب على الفرديات نتاع النجوم نتاعو لكن مقابله ايكيليبري حتى المنتخب البوركيني كانت عنده دي سيتياسيون كان ينجم يستغلهم. زوز حسب رايي غيروا شوي التكتيك نتاعهم بارابور المقابلات اللي فاتوا. شو اللي تغير سيف؟ اليوم مثلا المنتخب البوركيني يلعب 4-5-1 وساعات نشوفوا 4-1-4-1 يخدم برشا على معركه وسط الميدان. نشوفوا زاد كيف يخدم على الهجمات المعاكسه اللي في 5-6 ثواني نلقاوه قريب برشا لل 20 متر الاخرانيه نتاع المنتخب السنغالي، بينما المنتخب السنغالي يلعب 4-2-3-1 اللي نشوفوه في كلك فوا في المقابله 4-3-3. المنتخب السنغالي اللي يحاول الاكثريه يلعب على الفرديات. كلك سيتياسيون تجي الكره عند ماني اللي يطنب بشويه في شدان الكره لانه كي ماني ياخذ كره ديما تلقى زوز ثلاثه ملاعبيه يفون لو بريسي يمشي يهبطوا عليه يعني نجم بك سيتياسيون هذيك بين باس فان دو فراب كيما شفنا جات كيما صار مع صلاح في مقابله
مقابله كوت ديفوار، مقابله المغرب. مقابله المغرب سنوتر ريجستر، لانه الحقيقه حتى شفت ثلاث اربع ملاعبيه يتبعوا في صالح يعني، لكن الهدف الثاني خلينا نقول على الاقل. ما تنساش اللي ملاعبيه المغرب دفاعيا نحكي على دوز اكسيو رزان، من ناحيه السرعه ارزن، ويعرفوا الكاليتي نتاع محمد صلاح هي لا فيتيس، البوان دو فيتيس. جوست نحب نرجع، سمعت البارح على التدخل والولاد يحكيوا لهنا في البلاتو، مانيش موافق برشا على ممكن المدافع كان ينجم معناها يستنى ويونتيسيبي. ما ننساوش المنتخب الايطالي نفس لاكسيون هزت بها كوب دوروب، كيليني المهاجم تاع ساكا المهاجم تاع لونجلتير داز به كور على اليمين، نفس لاكسيون نتاع محمد صلاح من وسط تيران، وكيليني اذا كان خذايا عليها لاتاكون يعني الدوسو كان ينجم يسجل هدف في اخر المقابله. اش عمل؟ جبدوا من المريول خذا ورقه صفراء، ايطاليا هزت الكوب دوروب بالاكسيون هذيك. راهو ما ننساوش، ممكن الذاكره نتاعنا ضعيفه، المدافع خاف من البوان دو فيتيس نتاع محمد صلاح، قعد يعمل في الركول فران يجيش معاه لو بيفو، خلط عليه مرابط، لكن الزوز غطوا في نفس الشيره، ومحمد صلاح بالكاليتي نتاعو ومن بعد اذا كانت تخلي له نص متر القدام النجم يعمل لك الفارق. اليوم المنتخب السنغالي والبوركيني الحقيقه في فتره من الفترات شفنا الجو محلول، زوز فرق قاعدين يتكيو في بعضهم. حسب رايي مش يغلط تكتيكيا وخاصه في ال 20 متر الاخرانيه هو اللي مش يخلص معناها بالحاضر. طبعا ننتظر الشوط الثاني لمواصله تقييم اداء المنتخبين. وجدي كيفاش شفت الشوط الاول؟ والله كما كنا ننتظره، ما نتصورش انه مدرب نتاع بوركينا فاسو باش يغير الشيما التكتيك نتاعو، وكما حكينا قبل برشا قبل ماتش تونس حكينا برشا على بوركينا فاسو على البروجي جو نتاع المدرب كيفاش يلعبوا. شفنا بوركينا فاسو هي نفسها لي ميم سيكونس، كنت نتفرج انا ونزار لي ميم سيكونس قاعدين يتعاودوا، معناها يغطيوا ويعملوا بلوك فهمتني صحيح فهمني، يوخروا يطيحوا البلوك شويه، ريكوبيراسيون رولونس تري رابيد فهمني وباس. انا ذكرني بالبي اس جي عملناه في ربيعة الابطال معنا في ماتشويتا ضد البايرن وضد البارسا، كيفاش مبابي فهمت بالكونتر مكت برشا بونتويت يعني نفس حتى ليكيب دو فرونس عملتها نفس اسلوب اللعب. ليكيب دو فرونس هزت كوب دي موند دونك معناها شو علاش حليت القوس هذا؟ وقت اللي عندك لاعبين قادرين انه يعملوا الهجومات المعاكسه وعندهم السرعه وعندهم الفنيات دونك تنجم تكمل وتحافظ على نفس الشيما تكتيك مهما اختلفت معناها قوه المنافسين ولا كانت ومهما غابت عليه لاعبين. معنا احنا برتون تراوري ما لعبش واليوم شو اسمه ولا ثلاثه رجعوا ما شاركهمش يعني بون برتون كان مصاب، لكن مهما غابت اللاعبين ملاعبيه عنده ديما عنده نفس الاسلوب اللعب ونفس الخطه ونفس الانيماسيون وكل شيء. دونك فيدال التكتيك نتاعو، فيدال الواحد المدرب بصراحه يعني قاعد يخدم في خدمه باهيه في بوركينا فاسو. بالنسبه للفريق السنغال انا مازلت ما غيرتش رايي ولو المباراه الاخرى يعني تحسن شويه المردود تاع السنغال. السنغال نشوف فيهم النجوم موجودين في الدفاع ونجوم كبار في وسط الميدان وفي الهجوم كل شيء، لكن مازال السنغال ماهوش يلعب في اللعب الهجومي نتاع فريق، يلعبوا في لعب هجومي نتاع فرديات اللي يعتمدوا برشا على 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 ماني. وقتاش تحسنت مصر في اللعب؟ وقت اللي المدرب ولا ينوع في الهجومات نتاعو. مباراة قبل المغرب يعني كل الفرص اللي جات للفريق المصري ما ضيعهمش محمد صلاح، ضيعوهم المهاجمين الاخرين. علاش؟ لانه ما عادش يعتمد كان على محمد صلاح، ولا محمد صلاح يعني يلعب مرتاح اكثر ولا يبدع اكثر، كي ولا يلعب مرتاح ومعليش ضغط، هو ما يلزموش هو يبني الهجمه وهو اللي يكمل الهجمه. وقت اللي نقص عليه الضغط شفناه كيفاش عطاه تمريره حاسمه، شفناه كيفاش سجل. دونك نتصور انه كم شبقه السنغال يلعب مركز على ماني ممكن يتعب شويه. في انتظار طبعا معرفه تفاصيل واسرار مباراه الدور نصف النهائي بين المنتخبين السنغالي والبوركيني. اكيد كالعاده نحب نتوجه بالشكر الجزير لكوكاكولا المساند الرسمي للكوب دافريك في الكاميرون، وايضا ذكر ان كوكاكولا سبونسور برنامج التاسعه كان. تحيه دائما وابدا لكوكاكولا.
السحر متاع اللمة في أحلى ما فما، في هالماكلات الذلولة، في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة، ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا. سحر الكورة مع كوكاكولا. طيب خلينا نمشي نواصل مع الأمور الفنية، نكمل مع نزار قبل الحديث على الأمور طبعا اللي عندها بعد نقدي. نحكي على وسائل الإعلام وفي علاقة بحضور نور الدين الحفصي وفيصل شعبان. الأمور الفنية في هذه المقابلة كيفاش دخلها كل فريق كل منتخب في مباراة أكيد ما فيهاش يعني حل آخر إلا الانتصار، يعني اللي بشخص اللي يروح هذاك هو الكلام. معناتها وقت دخلوا زوز الكيبات في البريمير ميتون، زوز خايفين من بعضهم وزوز عارفين بعضهم، واحدة تلعب لاتاك بلاسي والأخرى تلعب على الكونتر أوتوماتيكمون. اللي شفناه انا وجدي كنا نتفرجوا فيها معناتها على تاك بلاسي تحكي على السنغال. السنغال بيان سور، وراح تلعب على السيده المشاهدين مش يعرفوا وحده وحده شكون الوحده وشكون المشاهدين. المشاهدين استانسوا بالكيبات ويعرفوا ويفهموا الكور الذكي. نفس الشيء نقول لكم صراحه الحاجه برك حبيت نضيف على خويا وجدي، صحيح يلعب على الفرديات ولكن البروبليم سي كو ني با تشانجمون دو ريتم كولكتيف، يعني تشانجمون دو ريتم انديفيديوال. معناتها الجوار وحده هو يحاول يغير السرعه نتاعو، ولكن في التمريرات كلهم يوقف الكرة يعطي باس يوقف الكرة، معناتها هذيك ما يخليهمش عندهم نجاعة في الناحية الهجومية. أما ولكن في نفس الوقت بوركينا فاسو وريناها عملت ثلاثة هجومات معاكسة سريعة، معناتها في خمسة ستة ثواني ينجموا يوصلوا للمرمى نتاعهم. وبرتران اللي دخل توا في المباراة هذه معناتها يحاولوا بقدر الاستطاعة باش يلعبوا عليه. عبد المجيد القبنطيني تلاحظ يعني في انطلاق الشوط الثاني نفس الأسلوب نفس الخطة نفس التوجه اللي يعتمد فريق البوركيني في علاقته بهذه الدورة، وخاصة أيضا بنفس الأسلوب اللي لعب به ضدنا. يعني معناه ما غيرش حتى شيء، يغزر كله تالي يستنى معناه في المرتدات ويستنى في ثغرات النجم يقلب من خلالها الموازين ويسجل من خلالها. هذيك الطريقة اللي نجح بها، اليوم يلعب الرابع نصف نهائي في ثلاثة دورات إفريقية. طيب شفت الفريق كلها التالية حسب الملاعبيه اللي عنده عاد عنده ملاعبيه تلعب او ما تاخذ كره تمس برتون. لا لا لكن يقول قايد تكنيك مو عنده ملاعبيه خارقين العاده، علاش ما نجمش يصنع اللعب في حتى مباراه يعني ديما يقبل ديما وعنده قوه كبيره نتاع صبر. هذا هو يلعب حسب يعني علاش يصنع وقت اللي هو يعني غير عادي يعني تفرج عنده قوه كبيره نتاع صبر ياخذ الكره. تفضل يلعب حسب الامكانيات الملاعبيه اللي عنده، عنده بيرتون تراوري هو البلاك تورنونت والمحطه اللي يلعب عليها، دونك يعمل ترانزيسيون نتاعو رابيد نجح بها اليوم وصل للمي فينال بالطريقه هذيك. والمدرب معناها في عنده الملاعبيه لعب حتى الطريقه حسب الامكانيات اللي فما. اليوم اللي فاجئني انا اليوسي سي خاف من بوركينا فاسو لانه مستانس يلعب 4 3 3 اليوم غير لعب 4 2 3 1. علاش؟ حب يهبط كواتي او المقابله نتاعو ومندي في الوسط وحتى دريساغي مع بيرتران وبامبا ديانك، معناها خمسه تقريبا في الوسط. وانا مانيش لاتاك بلاسيم تاع السنغال في الحقيقه اللي تكلمت عليها نزار. علاش؟ حتى السنغال نفس اللاعب وين ياخذ كوره يحب يمس ديريكتومون ساديو ماني. اختار هنا ولا اختار هنا؟ هذه ترانزيسيون رابيد يلعب عليها. شوف تاع بيرتران. شوف يا عادل اليوم شوف المنتخبات اللي هزت الكؤوس الاسوا الافريقيه. حتى المنتخب السنغالي مستعد للخطه هذه يعني التغطيه موجوده لحد الان. صحيح شوف الليكيب اللي نجحت على المستوى العالمي او الافريقي هما اللي يلعبوا ترانزيسيون رابيد. لا بوزيسيون دو لابال اليوم ما عادش عندها فاعليه كبيره. تلقى نسبه امتلاك الكره عند فريق 65% لكن يخسر المقابله. علاش؟ خاطر فما الترانزيسيون هي اللي ولات هي السرعه، هي اللي الكره اللي تمشي للقدام تمشي للعمق تلوج فيس مش هذيك الفرتيكاليتي اللي يلعبوا فيها برشا جماعات. دونك اليوم ما جيت سمعني راهو مش ديما التاك بلاسي ما تعطيش اكله. انا شو بور لاتاك رابيد، اما تو مانشستر سيتي تلعب لاتاك جو بوسيون لاتاك بلاسي وماكل الناس كل في انجلترا. انا هبا ما عليش لا تو نحكي لك على الشامبيون انجلترا. الاوروبي نحكي لك انا نحكي لك على الشامبيون انجلترا. الشامبيون انجلترا يعني مانشستر سيتي ملي جا غارديولا شازت في التيتر حتى التيتر. نمشي معاك السيتي تعمل فاتاك بلاسي وديما بوسيون دو لابال 76 78% لكن المقابل لا تعرف تسجل اكثر اربع مقابلات الاخرانيين وقتاش دي بلوك لا سيتياسيون في بالاريتي في لكن التعب ليكيب لوخ تعب حتى في كي تعبها تاخذ بوزيسيون دو لابال تجيك في بالاريتي تبداش فمك اللوسيديتي وتبداش فمك الكونسنتراسيون سي تري امبورطون.
اليوم حاجة برك مش نحكي على جوز سامحوني باش نضيف حاجة وبعد إذنكم كونوا بوركينا فاسو اليوم عنده واللونترنور نتاعها عنده لافونتاج كونوا ديما زوز مقابلات الأخرانيين ديما أوتسايدر مش هو اللي فافوري باش يربح المقابلة ديما المنتخب التونسي على الورق المنتخب التونسي فافوري هذاك علاش حتى اللي هو والتصور نتاعو يقعد بنفس السيستم اليوم كيف كيف السنغال اكثر حتى الكاليتي نتاع الملاعبيه يقول لك ملاعبيه قويين حكينا بكري ما عندهمش الفكره هذه أيه؟ لا سيف لا أيه؟ ما عندهمش الفكره هذه لا لا هذا هو يعني قاعد ينقصوا احنا حكينا بكري في الاختهام اللي قلتها مثلا أيه؟ مثلا السيف دروا ايسا كابوري أيه؟ ايسا كابوري خلقنا شوط الاول يكمل فكرته باش نعطي كلمه لفيصل ونور الدين ايسا كابوري لاري دروا تاع بوركينا فاسو قلقنا شوي الشوط الاول اليوم شفتوش طلع ما طلعش حتى حتى المدرب اليوم ساديو ماني لا معناها تنجم زاد المدرب زاد كي يعطي كونسيني بور اتر لاب بور بلوكي ساديو ماني وكان ينجم يعطي كونسيني باش يطلع خاطر يعرف ساديو ماني حتى في في الترافاي ديفونسيف ما يرجعش برشا كيما في ليفربول ما يرجعش برشا مي اليوم شفنا زوز منتخبات الحقيقه حسب ما شفت الشوط الاول تكتيكمون بيان اورغانيزي ويتبعوا في التعليمات هذاك علاش انا قلت بكري قلت اللي مش يغلط في الفان ديرني متر في بلاسمون والا في 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 حاجه تكتيك يل فا بيي كاش. نور الدين الحفصي تقييمك للدوره لحد الان هل على المستوى الفني كانت في مستوى انتظارات الجماهير الرياضيه؟ ما نحكيش في افريقيا برك لكن في كل دول العالم اللي تتبع في هذه البطوله على اعتبارها ثالث اكبر بطوله في العالم. انا حبيت نرجع شويه لل جاوبنا السؤال وارجع على كذلك نرجع شويه الوحيد اللي عرفت وقفت بوركينا فاسو والقتل الحل هي الجابون. الجابون معناها بريسينغ ويلعبوا رابيد لقاو لهم الحل لكن الجابوني وين ما لقاوش الحل هو في التهديف وجاتهم فرصه كبيره في البرولونغاسيون وضيعوها. الجابون كانت بامكانها باش تزيح بوركينا فاسو اما بريسينغ لو ساعه ونص تقول كان بامكان هذا كان يا ما كان صحيح انت بوركينا تو في الديمي فينال سامحني خطا تحكيمي الملاعبي خارج من السونتر والجوج دو توش هز وقتها خطا احنا بخطا تحكيمي كنا النجم يكونوا موجودين زاد في اليوم غيرت نتائج المقابلة في البطوله كنا النجم موجودين اما بالنسبه للمستوى الى حد الان بصفه عامه ما شفناش الهدف نتاعهم بوركينا فاسو ما سبيتو ما شفناش بصراحه مستوى كبير ما شفناش مباريات اللي تشد المتفرج تعتبرش مباراه المغرب ومصر كانت الافضل والله في فيها برشا برشا توتر وفيها برشا معناها الجو ما كانش تحس اللي ما ثماش كوره بصراحه برشا تقطعات معناها برشا مباراه تكتيكيه برشا مخالفات يمكن المباراه الكبيره كبيره هي نذكر مباراه مثلا كوت ديفوار والجزائر كوت ديفوار الجزائر تبقى ما فيها فرجه فيها اهداف اربع بونتو فيها فيها اربع بونتو ومباراه مفتوحه من الجانبين تفرجنا في الكوره بالكدا مباراه نيجيريا نيجيريا و نيجيريا و ومصر مصر ما كانتش كبيره لا ما كانتش كبيره نيجيريا ما ماهيش خايبه معناها فيها كبيرة. فيها كوره الجزائر وكوت ديفوار اكثر ماهيش خايبه مباراه اما بس بالبقيه تحسوا مستوى متوسط الناس كلها تحسب الناس كلها تاع الداخل باش ما يخسرش وهذاك اللي اثر ربما على شفت الكونتر طرش فرش فوالا اللي اثر على المستوى العام ربما زاد كذلك الحراره درجه الرطوبه اللي تخلي الحاله نتاع العشب تاثر برشا على اللاعبين لكن ما شفناش مستوى عالي بصراحه واحد يقول لي حد الان مستوى متوسط متوسط فيصل توافقوا انه مستوى متوسط الى حد الان؟ بطبيعه الحال نوافقوا وحتى معناها ما بدات تتحسن البطوله تقريبا الجوله الاولى الكل هذيك خارج اطار الحسابات لانها كاني جوله تحضيريه بفعل انه اللاعبين وصلوا متاخرين بعد تسريحهم من فرقهم في 3 جانفي وهو موعد متاخر على 28 ديسمبر اللي تعودنا عليه. ثانيا انا نحب نحكي على منتخب بوركينا فازو اللي انا معجب به ياسر ومعجب بمدربه مالو مالو اللي خلق جيل جديد في الكره البوركينيه بعد جيل باترويبا في 2013 اللي وصل للدور النهائي وخسر ضد نيجيريا وهنا نحب نقف عند حاجه معينه
تو نحكيه على منتخب بوركينا فازو، لكن راهو كأسماء كبيرة ما فماش، معناها فما برتران تراوري القدام، وفما بابتوسبا أعتقد اللي يلعب في باير ليفركوزن، بابتوسا اللي هو أكثر لاعب من حيث القيمة المالية 40 مليون دولار. فهذوما اللاعبين الكوادر الأساسية، واحد التالي واحد القدام. لكن الحاجة اللي تعجب في بوركينا فازو أنه بوركينا فازو بدنيا تقريبا أحسن فريق ريناه حاضر بدنيا لهذه البطولة، والدليل أنه يجري ياسر ولاعبيه ما يعطيوكش النفس باش وإيقاعهم سريع جدا. هذا واحد. الحاجة الثانية، لما تكون فريق عادي كما بوركينا فازو تكون الحلول متاعك جماعية، هذا اللي افتقدناه في المنتخب التونسي. معناها منتخب بوركينا فازو كي ترى العمليات الهجوميه والجمل التكتيكيه والهويه نتاع الفريق، تحس ان المدرب خدم ياسر مع الفريق، عكس ما صار للمنتخب التونسي اللي هي مجموعه الناس الكل نقر في تونس انه منتخب يتكون من مجموعه متضامنه متلاحمه مستواها عادي، مع الناس النجم الكبير والنجوم الكبار، لكن غاب علينا الخدمه نتاع المجموعه القويه باش نكون على ارضيه الميدان اقوياء. واضحه لكل حال. تفضل نزار. حبيت حاجه برك نضيف على مخيان في العموم. تكلمتوا على كسوا على الهجمه المركزه ولا الهجمه المعاكسه، ولكن في الهجمه المعاكسه والمركزه راهي موجوده ترانزيسيون ديفونسيف اوفونسيف، لازم الزوز تخدم بالنوعين لازم تخدم، ولكن اهم حاجه هي التنشيط نتاعنا، وقت نقولوا التنشيط هجومي ولا تنشيط دفاعي، راهو ثم فرق كبير بين جمعيه وبين منتخب. وقت في جمعيه عندك العناصر الموجودين هذوكم، يلزمك بالعناصر هذوكم تركب تركيبه اللي تخول لك باش تنجم تربح المباريات نتاعك. بار كونتر في المنتخب تختار العناصر البهير اللي تمشيو مع طريقه اللعب نتاعك باش تنجم انت تفرض اسلوب نوعيه اللعب نتاعك. وقوه الفريق المنتخب ولا فريق هو اللي يفرض الاسلوب نتاعو. وقت هو يفرض نوعيه الاسلوب نتاعو، بوركينا فاسو تشوفها سيبري تلعب في هجمه معاكسه، ولكن هي تفرض الاسلوب نتاعها. ايطاليا كانت نفس الشيء، فرنسا هزت الكاس العالم كيف فرضت الاسلوب نتاعها بالطريقه هذيك. ولكن اهم حاجه هي التفكير يكون واضح، وثم استمراريه في التمشي نتاعو، معناتها كي يخدم خدمه ما ينجمش من اليوم يعمل هذا وغدوه يعمل هذاك، لا هما قاعدين يخدموا في نفس النوعيه بالطريقه هذه. نزار، الجمعيات الغنيه اللي عندها الفلوس في اوروبا ولا تعمل كيما المنتخبات؟ تونس في لا تعمل كيما المنتخبات، نجي المدرب غوارديولا ولا غيره يقول انا نلعب بالطريقه الفلانيه، حاجتي بالملاعب الفلاني، جيب لي الملاعب الفلاني، جيب لي الملاعب الفلاني، يحطوا اللي يمثلوا باكي، يعني يحطوا كيما نقولوا باكو، يجيبوا له اللاعبين اللي يتمشوا مع الخطه التكتيكيه ومع الفكر نتاعو. بحكم التنقل نتاعنا احنا في كسوا في المنتخبات، خدمت برشا في الكيب ناسيونال، مشينا اون اوروب وتقابلنا رؤساء جمعيات كبار كسوا نتاع البايرن ولا نتاع برشلونه والجماعه، يقول لك انا ما عادش نكون، انا هما يكونوني وانا ناخذ منهم. وقت نجي انا في ليكيب بريمير نشري اللي حاجتي به، وعندي او ميم تون عنده جمعيات صغار بين ظفري اللي تخدم له الفورماسيون. اكيد معناتها هذيك تولي ما عادش اكزاكتومون، ما عادش تولي نادي، يولي ستون سيليكسيون كسوا في الجمعيات الكبار. ولكن احنا هنا في تونس اكثر شيء جمعيات اكثر من معناها ولات تو لو نوفو فوتبول، خاطر الجمعيات تو كي تجي تشوف وتقرا وتتبع الجمعيات الكبار كما قلت انت ما عادش يعملوا برشا على الفورماسيون، تو ولا سكاوتينغ ولا يلوجوا على لي جوار. معناها كي تجي تشوف لي غروند كلوب في الاوروب يعملوا لك دي سونتر دو فورماسيون في الافريك، راهو مش هيك مش اعتباطي، معناها يقول لك هنا نتبعوا الفورماسيون تصير غادي ومن بعد نجيب الملاعبي. هذاك علاش حتى احنا في تونس ولينا قليل باش نجيبوا ملاعبي من افريقيا اللي دو كاليتي، ولا هو صغير ياخذوه الاوروب. لكن لو نوفو فوتبول انا معاك في هذه، كونه ما عادش الفورماسيون وحدها، السيتي مع الاموال اللي قال عليها سي وجد السيد معناها تو عندها خمسه سته سنوات ولا اكثر خرجت، كان فودين واحد من سونتر دو فورماسيون يخدموا فيه فلوس السنه زاده ميزان معناها الون تيرم يخدموا فيه لعبوا فيه ربع ساعه درجين يعطيك صح. لكن تو كي تسمع لو نوفو فوتبول لو سكاوتينغ المستكشفين اللي يمشيوا يلوجوا على الملاعبيه يستقطبوهم، وفما اكثر الفرق اللي مازالت تخدم على الفورماسيون لكن تخمم ديما على الربح المادي هي الفرق الفرنسيه. الفرق الفرنسيه معناها تخدم على الشيء هذا بصفه كبيره برشا. لكن نزار سامحني،
المجال مفتوح للناس كلهم تشدهم معناها والنقاش يدور يعني مع الحضور. يمشيو ياخذوا ولاد صغار الكلاج ياخذوهم هم العمر نتاعهم قداش ياخذوهم؟ يجمو ياخذوا حتى من 12 ans 15 ans 16 ans. احنا كي جينا جمعيه باش ناخذوا طفل 16 ans كيما صار العبيدي تاع كيب افريكان قامت القيامه. هاكا الفرق علاش احنا ولادنا ما نخليهمش يخرجوا صغار باش ينجحوا ويتاقلموا ويخرجوا لبرا كيما هما لي افريكان وقت لي كرون كلوب عاملين دي سونتر في الافريك وياخذوا وياخذوا ويستقطبوا في الولاد الصغار وياخذوا فيهم يخليهم. احنا نجي هنا الطفل الصغير ما نخليهوش معناتها يمشي يخرج لبرا. هذا الديفيرينسا. وبالنسبه شفتها وانت بوركينا فاسو والسنغال كان جا منتخبنا يلعب مع السنغال يولي خايف ويبدا يلعب بلوك با ومتخوف ويقرا حساب ماني ومنا تلعب سون كومبلكس بوركينا فاسو ما غير ماهيش حاسبه اللي السنغال انغونو ماهيش اوتسايدر تلعب ند بالند. هذه هي العقليه نتاع لي افريكان وقت يلعبوا ضد بعضهم ما يخافوش من بعضهم بالكل. احنا هذه العقليه نتاعنا مازالت ما انتحتش. نعم نحسب باش نلعبوا مع نيجيريا ايبوفونتا يخافوا منه الحمد لله ربحنا نيجيريا وقت جينا مع 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 مع, مع بوركينا فاسو وين 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 ما نجحناش في الـ في الـ في الـ في الفيتيس في القوه السرعه اللي عندهم وهذيك لا فورس اللي تفرق ما بيننا وما بيناتهم. هنا شوف معناتها اللي 22 اكتور يلعبوا تقريبا عندهم لا ميم فيتيس لا ميم فورس دونك هذا هو اللي احنا لو بالي هذايا ما خلتنالوشي ما خلتنالوشي سي فهمت زاد احنا عاوناهم راه ما قريناش الماتش كيما يلزم. ما عندناش لا فورس ما عندناش لا فورس ما عندناش لا بيسونس ما عندناش لا فيتيس باش نجمو ما خدمناهاش احنا صغار مش قاعد نخدموا فيها. لا انا معاك حتى لعبتنا كي تخرج يا سيد تلعب في 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 رحلة احنا مش خويه اي شحكات تو سينيزار هو شحكات انا عندي ملاعبيه عندهم دي كاليتي معينين نجم نخدم بهم سيستيم معين. علاش اني نخلي روحي ندخل ونعرف اللي المنتخب البوركيني مثلا اقوى مني في الديويل في الفورس علاش ما تجاوزناش ديما نقعدوا في الانكار في الدومي فينال علاش ما تجاوزناش هذيك المحطه الاخرانيه باش نتعداو فيها ديما نلقاو فيها مشاكل. علاش هذيك الفورس مونتال زاد نتاع الملاعب لا فورس مونتال لا 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 سيف ابالا فورس مونتال خاطر عندنا منتخب تاع تاع ماتشوات تاع تاع كونفرونتاسيون ديريكت اللي تو تجبدوا عليها هذه تريز امبورتون تاع ماتش راه اونيفو دو فورماسيون اونيفو دو فورماسيون اونيفو دو فورماسيون وانت تبارك الله رينيت وتعرف راهو اون ترافاي با لي باز نيسيسير في الصغار لا فيتيس اي لا فورس هذوما هما اللي خذاو علينا باري فيهم. احنا نعملوا ياسر التكنيك نتاعنا على التكتيك اي سامح اون دو شونجي لا ميثود نتاعنا دو ترافاي لكن ما تنساش هما معناها معناها بدنيا ما عند ربي عندهم دو ناتور عندهم البنيه الجسمانيه معناها هذوك هي يخدموا عليها ويرونفورسيوها اكثر ما يخدموش على نعرفوا ما يخدموش على الماس مسكولير يخدموا على البوسونس يخدموا على الفورس سامحني احنا لكن احنا عندنا دي كاليتي اخرين ما طورناهمش استنى بجي بجي ما عملناش حاجه دي كاليتي هذوما اللي ما طورناهمش ما وصلناش بيهم يا سيف ما وصلناش بيهم انظر كوريجي صار يا مجيد حاجه برك حبيت نضيفها نقول لك بصراحه كي ناخذوا احنا جوارات اون فالور انترانسيك بجوار بجوار هما اقوى منا برشا صحيح عاملين فورماسيون كسوا ان اوروب ولا في بلاصه اخرى ميم حتى الكوربينونس نتاعهم البدن نتاعهم اقوى من تعاونهم صحيح معناتها وتجي تلعب انت باغ اكزومبل ناخذ لو كاد السنغال السنغال وقت تجي تلعب لها تلقى عندهم لا يقل على 250 ملاعب يلعب ان اوروب ديجا وفي لو نيفو دونك اوتوماتيكمون كان مش تلعب انت مان تو مان تلعب معناتها تقارن جوار بجوار لا يهربوا بينا علاش احنا بلوز او موان جات في دي سنين في ال 20 سنه الاخرانيين هربنا بهم سور البلان تكتيك على خاطر ما عندناش حل باش نشدوهم راس راس يلزمنا نلعبوا كولكتيف الجروب نتاعنا وقت تبدا الجروب نتاعنا سوليدار والناس الكل يعرفوا عندهم فكره كيفاش يلعبوا بالنوعيه اللي صارت في نيجيريا ماتش نيجيريا وقتها اون بو ريوسير وقت الجوار يبدا عنده كره ديما زوز عليه ثلاثه عليه اون ميم تون سامحني اون ميم تون سامحني نكمل الوحده نتاعي معناتها نحاولوا بقدر الاستطاعه باش نحسوا الملعب هذاك تحكي اون نيفو سينيور نزار باهي انا مش اون نيفو كادي وجونيور لا لا نفس الشيء ياخذوا علينا ديما الاسبقيه في الكوتي هذايا نزار ماتش نيجيريا ما خدمناش كونتر اتاك راه ماتش نيجيريا راه البونتو يوسف مساكني اكسبلو ان ديفيو نتكلم عن كونتر اتاك كنا خدمنا مليح سور لو بلان ديفونسيف صار صار فوت ديفونسور الى وجدي ما كانش على بوركينا فاسو ديفونسور خذا مساكني اما راه ما خدمناش مليح وهذه المشكله نتاعنا نزار مشكلتنا وقلتها مره اخرى مازلنا ماناش عارفين شنو نخدموا تقول لي انت خايفين مجيد هو راه مش خوف بركه
خاطر ما عندناش لي زوتوماتيزم، ما عندناش الاليات باش نخدموا في الهجوم، راهم يسكر ويطيح البلوك. لازم تخدم لعبيتك على الكونتر اتاك. ما كلمتكش وزي ما كلمتكش على الكونتر اتاك، كلمنا على الترافاي دو بلوك. ترافاي دو زون، ما نعملوش ماركاج انديفيدويال. علاش ما نعملوش ماركاج انديفيدويال؟ خاطر هما فيزيكمون اقوى منا. ما يلزمش انديفيدويال. هما هما اقوى منا، دونك اوتوماتيكمون يلزمنا نخدموا ترافاي دو زون. وقت هذه عندنا 20 سنه خدمناها من تالي، من قبل وحنا نخدموا فيها. على اساس نقطة قوتنا هذيك. اي والتو حتى التو نقطة قوتنا، إذا نخدموها. نحكي شوية على الماتش شوية فيصل في متابعتك المقابلة لحد الآن. أنا نتابع في المقابلة 65 دقيقة لعب، وفما بعض الإشارات الهامة في المقابلة هذه. أول شيء أنه المباراة هذه تجمع زوز مدربين لفرقة اللي بقاوا في البطولة ما بين في المربع الذهبي، اليو سي سي السنغالي مع منتخب السنغال، ود البلاد البوركيني اللي هو مالو مع منتخب بوركينا فاسو. ثاني حاجة أنها تجمع المنتخب اللي قيمته التسويقية اليوم في الأسواق المالية الكروية هو الأكبر، 344 مليون دولار كما قال عبد المجيد البارح. بالنسبة لمنتخب السنغال مع ساديو ماني معناه 80 مليون دولار. ومن الناحية الأخرى فريق يكاد يكون عادي 76 أو 77 مليون دولار اللي هو منتخب بوركينا فازو، كما قلت تاب سوبا هو الأغلى 40 مليون دولار. ثالث حاجة نقطة نحطها قدامكم للنقاش، هل أنه الدوري الإنجليزي اليوم هو الدوري الأقوى هجوميا باعتبار أنه نشاهد في كأس الأمم الإفريقية هنا أمامنا في هذه المباراة ساديو ماني يلعب في ليفربول هو الذي يقود الكتيبة السنغالية، من الناحية الأخرى برتران تراوري هو الذي يقود هجوم بوركينا فازو، بينما في المباراة الأخرى هناك محمد صلاح أغلى لاعب في العالم حاليا 100 مليون دولار هو الذي يقود المنتخب المصري. لم يبقى من المنتخبات يقودها لاعب لم يلعب في الهجوم، لم يلعب في الدوري الإنجليزي، يلعب في فرنسا ويلعب في السعودية إلا المنتخب الكاميروني مع فانسون أبو بكر النصر السعودي، واللاعب الثاني هو إيكومبي اللي هو يلعب في فرنسا. فبالتالي سؤال، هل انه هل المشهد هذا في الدور نصف النهائي يؤكد قيمه الدوري الانجليزي على مستوى القوه الهجوميه وعلى مستوى اللاعبين والنجوم؟ شو رايك نضيف النقطه دي اثاره فيصل؟ ساعه ملاحظه، برتران تراوريرو مش قاعد يلعب ديما في انجلترا، مصاب في اسطنبول مش قاعد يلعب قبل. بالنسبه للصحيح الحضور نتاع الدوري الانجليزي قوي وقوي برشا في الفريقين، يعني تلقى عندك ليدر مثلا كيما محمد صلاح يجيك في المباراة نتاع المغرب يسجل لك الهدف الاولاني، ثم بعد يعطي التوزيعه وبالساق اليمين يهز راسه شافه تريزيجي جاي. بالله هنا ملاحظه، كنا ركزنا على تريزيجي ومحمد صلاح وما حبيناش نحكيو على اشرف حكيمي. اشرف حكيمي كيفاش خلى صاحبه قعد واقف من اول لاكسيون، اي من اول لاكسيون، لاكسيون بدات انطلق محمد صلاح على اليمين واشرف حكيمي واقف وتريزيجي خرج، معناها من المفروض يرجع معه. هذه من الاشياء اللي لوموا عليه مثلا حتى في فريق باريس سان جيرمان، اللي هو من الناحيه الدفاعيه اشرف حكيمي ماهوش قوي. هذاك علاش نقولوا يمشي اكثر في سيستيم 3 5 2 اكثر من سيستيم يمشي في 4 3 2 1، فهمني؟ اما صحيح هو اشرف حكيمي وقتاش برز اكثر مع الانتر، دون بعد مع الانتر مع البروس دورتموند، دونك مسايب دورتموند ظهر بالقدام معناها يسجل. صحيح كلامك اللي عندنا اليوم، معناها فرق فيها معناها ملاعبيه من طراز عالي كما ساديو ماني وكما محمد صلاح اللي قاعدين يوريو في البصمه نتاعهم، وانا معناها نفرح برشا كلام لاعبيه كيفاش قاعدين يلعبوا بالروح اللي يلعبوا بها باش يهزوا فرقهم حتى للدوري النهائي، حتى ربما الفوز بالكاس. قد ثم ملاعبيه اخرين شفناهم معناها عاديين، معناها ما همش قاعدين. أنا نور الدين مش نتفاعل معاك، لكن في صلب التفاعل متاعي مش نطرح تساؤل للسادة والأخيين المدربين باش يوضحوا لنا المسألة. مباراة أنت حكيت على أشرف حكيمي، أشرف حكيمي السبع دقائق الأولانيين جاب ضربة الجزاء، عمل 73 متر باش جاب ضربة الجزاء، ثم عمل الخطأ هذاك متاع الهدف اللي حكيت عليه أنت. أنا نسأل، بعد السبعة دقائق لعب وبعد ضربة الجزاء أشرف حكيمي انتهى هجوميا، الطلعات متاعه ما عادش موجودة، ما الذي حدث في تلك المباراة من جانب المنتخب المصري؟ هذا هو سؤال. في انتظار الإجابة عن هذا السؤال نخرج مع فاصل إشاري ثم نعود.